المبادرات التي قامت بها الرابطة مع أتباع الأديان تحولت إلى برامج عملية مستدامة، وتم تثمينها بحمد الله على المستوى العالمي، وهي تهدف إلى إبراز قيم الإسلام الرفيعة والتأكيد على انفتاحه الإيجابي، وأن مفاهيمنا الدينية تستوعب سنة الخالق سبحانه وتعالى في الاختلاف والتنوع. لا يخفى أن الحوار يجيب على علامات الاستفهام المتبادلة، وأيضا يزيل الإشكالات العالقة وخاصة المفاهيم المغلوطة. الحوار يبني جسور التفاهم ويعزز من الصداقة والأخوة بين الجميع، التي هي بوابة كل ثقة وتعاون تحتاجه الإنسانية أجمع. وإذا كان الحوار هو منطق الحكمة ومنهج العقلاء، فإنه لن يفيد إلا إذا كان فعالا. نحن في الرابطة نسعى لتحفيز هذه الفعالية من خلال قاعدة المشتركات، مع إيضاح مصير الجميع أيضا أمام التحديات والمخاطر. يكفي في هذا أن مؤتمر وثيقة مكة المكرمة الذي حضره مفتو وعلماء العالم الإسلامي جمعت تحت سقف واحد 27 مذهبا وطائفة إسلامية، شملت إخواننا الشيعة وغيرهم من كافة المذاهب الإسلامية، اتفقوا جميعا على تلك الوثيقة التاريخية. وفي أجواء المؤتمر التي حفتها المحبة والأخوة المتبادلة، كانت هناك حوارات متميزة بين الجميع. ويكفي أن المشتركات التي تمثل ثوابت الإسلام هي التي جمعتهم. مشاريع الرابطة في التواصل والحوار لا تحمل أي هدف سوى الإسهام في تعزيز السلام والوئام بين الجميع، والحد من سلبيات الصدام الحضاري. طبعا لكل معتقده وقناعته. الحوار ما جاء ليوحد الأديان ولا ليقدم تنازلات على حساب الثوابت، إنما جاء ليتفاهم أهل الأديان لما فيه صالحهم وصالح الإنسانية جمعا. الرابطة كمنظمة دولية مستقلة تتعاون مع كافة جهود محاربة التطرف، وتحديدا في العالم الإسلامي، وفي طليعة ذلك المملكة العربية السعودية بوصفها الريادي والقيادي المؤثر. مؤتمرات الرابطة المحورية تعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وحفاوة كبيرة من سمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.